انا فخور كنت فرحان ديجا مورا لا بروميير بروجيكسيون ديال ازرق القفطان ودابا مع الجائزه انا فخور بالاخراج ديال مريم بالمواهب ديال مريم ديال جوزتي ومن فيلم قصير الاول ديالها كنت كنتمنى واحد يجي واحد النهار واحد الوقت فين غيوقع هذاك الشيء اللي وقع اليوم وحنا فرحانين بزاف وكنشكروا المهرجان ديال مراكش وكنشكروا لجنه التحكيم كذلك ملي كنديروا شي فيلم ما كنفكروا حتى شي حاجه ما كنتسناو حتى شي حاجه كنتسناو جمهور وهذاك الشيء اللي وقع النهار داز الفيلم بالنسبه لنا كان ديجا كافي الا تزاد واحد الجائزه فوق من هذاك الشيء ما انا ما نقولوا واحد الاحساس زوين بزاف واحد ليموسيون قويه بزاف ديجا في العرض ديال الفيلم المره الاولى ودابا اونكور بلوس مع الجائزه هذه كنحس براسي شي حاجه زوينه بزاف في الداخل ديالي اللي غنخليها لك. عمري ما كنخمم في الجوائز اذا عمري ما كنتوقع ولا ما كنتوقعش كنبقى مع الاحساس سورتو اللي كيهمني هو لو رانكونتر افيك لو بوبليك وجائزه بحال هذه عندها واحد الاهميه كبيره اوسي بالنسبه ليا كمغربيه اللي غادي ياخذ الفيلم واحد الجائزه هنايا في المهرجان ديال مراكش عندها واحد لابلاس مهمه بزاف لي. نبغي نهديه هذا فيلم على الحب هضرت على هادشي قبل ونبغي نهديه على الناس كاملين اللي ما كيقدروش يعبروا على داكشي اللي كيحسوا. نبيل كان من الاول ديال الفيلم قبل ما يبدا كاع الفيلم الحضور ديالو ليلي واحد الحاجه كيش نقول لك ما نقدرش كاع نوصفها لك حيت انا ليلي نبيل كي الى اون بلاس اسونسييل دابور حيت كيفهمني كيعرف الافلام اللي باغا ندير وعلاش انا باغا ندير هاد الافلام هادو والطريقه اللي عندي ديال الصور وعلاش باغا نعاود شي قصص دونك ديما كيكون معايا في ديك الاحساس ديالي باش يعاوني باش يساعدني باش يخليني نوصل داكشي اللي باغا نوصل انا في لا رياليزاسيون في لاكريتور ديال الفيلم ديالي.